late. Listen, I was thinking we could do family night tonight. Movie? Marion County has been placed on lockdown due to an ongoing incident. Tell me what's happening. There are five people barricaded. Your son is one of them, and so is the contact. He doesn't have your negotiator son, does he? He has mine and Noah. Mom. Where are you? Help. He's here. Who's here? I'm scared. Noah? It's illegal, Amy. He has my boy. I need his phone number. I'm coming to get you, honey. Yeah. Came in 17. Damn. السلام عليكم، معكم قناة سينما بس. هتكلم النهاردة معكم عن فيلم The Desperado. الفيلم بطولة نعومي واتس ومن اخراج فيليب نويس. المخرج ده اخرج عديد من الافلام الحلوة والوحشة. قبل ما نبدأ بس ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك عشان نوصل ل50 لايك، وتعملوا اشتراك للقناة عشان نوصل ل1000 مشترك. يلا بينا. وبيبتدي احداث الفيلم عند ام عندها بنت وولد، وبتصحى في يوم من الايام عشان تتمشى شوية، وبعد شوية من الجري بيبدأ عربيات الشرطة تيجي ناحية المدينة اللي هي فيها بنتها، وهي بتفكر ان ده حاجة عادية. وبعد كده بيجي انذار من موبايلها من الشرطة عشان اخلاء المدينة، وبتبدأ لازم ترجع المدينة عشان تنقذ ابنها بعد ما سمعت اطلاق نار في مدرسة ابنها. ومن هنا بيبتدي احداث الفيلم. قصة الفيلم عادية، بس القصة ما قدمتش اي جديد. بعد ما سمعت ام الطفل اطلاق النار في مدرسة ابنها، بتفضل تجري في الغابة عشان توصل لمدرسة ابنها، وهي بتجري بتعرف كل الاخبار من موبايلها. الفيلم فيه حبة ملل كتير، بس المخرج عارف يخرج مشاهد حلوة، وعارف يوصل التوتر والالم اللي عند الام للمشاهد. كان بيحاول يكبر الشاشة ويصغرها عشان يبين توتر الام، وده اسلوب ذكي بيتبعه المخرج. على ان الفيلم مدته ساعة ونص، بس كنت حاسس بملل كتير. كان بداية الفيلم حلوة، وكان بداية الفيلم كمية من الغموض، بس بعد كده الفيلم كان عادي. خلاصة الكلام، الفيلم عادي وخفيف ولذيذ، فيه ملل، بس الفيلم عارف يوصل لنا التوتر اللي بتعيش الام تجاه ابنها، وعارف يوصل لنا حب الام لابنها، بس فشل في تقديم حاجات كتير في الفيلم، وفشل في تقديم الحبكات. وتقييمي للفيلم هو 5/10. بس كده، وده كل اللي عندنا، وانتظرونا في المراجعات القادمة ان شاء الله. ولو عجبك المحتوى دوس لايك واعمل اشتراك وفعل جرس التنبيه علشان يوصلك كل